يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد في أول ركعة هل أقطعها؟ هذا فيه تفصيل من العلماء من يرى أنه يجب عليه قطعه رأى السنة إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يجب عليه قطعها. والفريق الثاني من أهل العلم يقول: لا، يكمل الصلاة إذا أقيمت وهو فيها فإنه يكملها خفيفة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا المكتوبة، معناه أنه لا يشرع في صلاة بعد الإقامة، في صلاة نافلة بعد الشروع في الإقامة. أما من أقيمت وهو في نافلة فإنه يكملها خفيفة. وعلى كل حال، لعل الأوجه في هذا أنه إذا كان في آخر النافلة فإنه يكمله، أما إذا كان في أولها وسيفوت عليه الاستمرار فيها وقتا طويلا فإنه يقطعها.